معايا استاذ سليم محمود ابن عم شهاب اللي كان بيكلمنا. استاذ سليم اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ازيك سليم، حضرتك؟ ما الاثار اللي حصل ايه على عبد المطلب وعلى شهاب بالنسبه لكم يعني؟ والله يعني الخبر صعب على اي حد، يعني عبد المطلب يبقى ايه؟ انتوا ابناء عمومه؟ انا اخو المصاب وابن عم الشهيد عبد المطلب. انت اخو المتوفي، انت اخو شهاب اخو شهاب وابن عم المتوفى. وابن عم المتوفي. متوفي، قول لي اطفاله في يعني واسرته بعد الحادث، حد عمل معهم اي اتصالات؟ في حد اهتم بحالتهم الانسانية؟ والله نحن كلمنا اخويا سليمان، هو اقرب واحد يعني عليهم في المنطقة، راح لهم. ربنا يعينكم ان شاء الله، يعني حق الضحايا والشهداء لا يجب ابدا ان يضيع يعني. لانك انت اما تشوف، انتوا قالوا لكم الجثمان بتاع عبد المطلب جاي امتى؟ والله هم قالوا بعد يومين إن شاء الله. بعد يومين إن شاء الله. ان شاء الله. حق الشهيد والضحايا لا يجب ان يضيع ابدا. الوضع تفاقم جدا في الحرب على اليمن، في الشك ان هي مواجهة واضحة المعالم يعني. السعودية تواجه اطماعا ايرانية تحاول ان تتسلل الى حدودها، اليمن متاخمة للحدود، السعودية وجدت انها لا يمكن ابدا ان تترك الحوثيين يلتهموا اليمن بهذا الشكل، فكان التدخل من خلال التحالف اللي تم. لكن يبدو انه الوضع يعني سيظل مستمرا بهذا الشكل. الحوثيون هددوا حتى يعني قالوا ان احنا عندنا صواريخ متطورة وسنلقي بالمزيد منها على السعودية. بالتأكيد الوضع ده هيبقى وضع فيه منتهى الخطورة، لان صواريخ بيتم إلقائها الآن على مناطق سكنية زي ما انتم شايفين يعني. الضحايا، ضحية مصري اينما تسأل اينما كنت يعني. شوف، قصف من الحوثيين على السعودية، ضحية مصري. سجلنا بعض اللقاءات هنشوفها. هذا الصاروخ طريق ملك فهد، هذا الناس متجمعة. خذ سيلفي معه، خذ سيلفي معه. حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. الحمد لله طمنا على صحة المصريين وإلى الأهمية المطلوبة لهم، وبصراحة يعني إدارة المستشفى بالدكاترة كلهم مهتمين جدا بهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني تهمني لأن أطمن أهلهم في مصر إن هم في إيدين أمينة وسط إخواتهم داخل المملكة، واحنا معاهم والإمارة والحكومة. أي خطوات القادمة إن شاء الله؟ ما فيش، أنا نطمن عليهم، وفي نفس الوقت بنعمل مع السلطة السعودية على سرعة نقل الجثمان إلى مصر لدفنه، لأن في النهاية إكرام الميت دفنه. اللي حصل أمس إن احنا كنا نايمين ونزل علينا الصاروخ من فوق، بعدين حاولنا فتحنا الباب من جوه كده وطلعنا برا عشان نتصل بالإسعاف والدفاع المدني. وبعد كده جاء الدفاع المدني وجاء الإسعاف وطلع الأول متوفي من جوا، وبعد كده ركبنا احنا في الإسعاف وجينا على المستشفى. الأصل احنا كنا نايمين، فجأة صوت جامد، لقينا النار ولعت في الغرفة، لقينا جسم غريب معانا في الغرفة مع ريحة غازات سامة. على ما فهمنا والله أنا كان آخر الرابع كان متوفي، ما قدرناش نشوف يعني. طب الناس هتطمن عليك دلوقتي؟ الحمد لله كويس، الحمد لله تمام. الدكاترة يقول لك عندك ايه ال كلها كدمات يعني. كدمات بسيطة يعني؟ بسيطة الحمد لله. يعني مفيش أي إصابات خطيرة؟ لا مفيش أي كسور أي حاجة.
والله يبارك فيك. المصريين والله دلوقتي حالا على الهواء بيقول لك الف سلام عليكم، ربنا يرحم متوفي. بارك الله فيكم. ربنا يصبركم يا رب. جزاكم كل خير. عايزين نطمنوا عليك برضو وعلى صحتك يعني. بارك الله فيك. من مصر جينا مركزنا الوقف. يعني الله يرحمه متوفي كان اخويا عبد المطلب. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الناس عايزة تطمن عليك برضو. شوف الصاروخ شوف الصاروخ شوف ذاك يا عيال. جا جا دور دور يا عيال. بسم الله. مشهد مشاهد يعني مؤلمة لما تبقى تخيل انت لما تبقى قاعد في بيتك كده فتلاقي السقف بيقع عليك وتلاقي فيه بقايا صاروخ بينزل داخل الأوضة نفسها تنبعث منه مادة تخنقك، بالإضافة إلى الطوب الحجارة اللي بتنزل من السقف تموت واحد وتصيب ثلاثة هي والمادة الخانقة يعني. يعني لك أن تتخيل المشهد يعني. الله يكون في عونهم. عاشوا ازاي يعني؟ يعني عاشوا حربا. هيدي بالظبط يعني، انت قاعد اطلق صاروخ عليك يعني. هتقعد طبعا تقعد تقول علامات استفهام في كل الاحوال، الضحيه هيبقى بني ادم يعني سواء كان مصريا او سعوديا. انا بقصدش بانه الضحايا مصريون يعني احنا نقبل ان يكون الضحايا من اي جنسيه حتى. لكن بس يعني بتضع ده في الصورة انه على الاقل نهتم بقى بحقوق الشهيد والعمال المصابين يعني عمال باليومية يعني عشان يشتغلوا وسايبين الغربة وسايبين بلادهم وعائلاتهم كمان ينزل عليهم صاروخ بهذا الشكل يعني كمان يبقى عندهم المزيد من المآسي في حياتهم. على الأقل نشوف إزاي نساندهم، والسلطات السعودية والسلطات المصرية تشوف إزاي تساعدهم وتساندهم، ما لهمش أي ذنب إطلاقا يعني. ويبدو أن الوضع ده بالتأكيد يعني هيبقى فيه هيكون مستمرا، لأن الحقيقة الحوثيون هم إيران يعني، وإيران بتستخدم قوتها العسكرية في دعمهم بالصواريخ المتطورة اللي بتقصف بيها السعودية. قبل ما اطلع فاصل بصورة